الذكاء الاصطناعي واضافه المشاعر والعواطف والروح الى الاله. طبعا اي حد بيدور في دماغه الكلام ده بيقول استحاله نقدر نخلي الاله تحس، مش هينفع تقول اي وتزعل وبتاع. لا طبعا الكلام ده موجود، وفي نجاح كبير جدا موجود في الاطار دوت، وفي جروب مشهور قوي اسمه سول ماشينز، على سول ماشينز دوت كوم، ممكن تخش هتلاقي ان هم مكرسين كل مجهودهم في الاطار ده خلاص. وهو حتى رؤيتهم ان هم كيف يضيفوا بشريه او انسانيه على الذكاء الاصطناعي، سواء كان في شكل الاله ماشينز زي الروبوتس او في شكل السوفت وير. وعملوا انجاز كبير ان هم عملوا حاجه اسمها هيومن كومبيوتنج انجن، وعملوا سوفت وير كبير جدا على كلاود بالشكل دوت، وقال لك احنا ممكن بعد كده نخلي اي حد عنده روبوت عايز يخليه يبقى في عنده مشاعر، يعرف يضحك، يعرف يحزن، يعرف يخاف، يعرف يضيف انسانيه، يتعامل مع الواحد هو حزين ازاي، يتعامل مع الواحد هو غضبان ازاي، يتعامل مع الواحد هو مبسوط ازاي. عملوا الانجن دوت وقال لك خلاص الانجن ده مكون اصلا مبني بالنيورال نتوركس والماشين ليرنينج وحاجات تانية كتير. الفكرة كلها بتاعته ان هو هياخد الانبوتس من الروبوت بتاعك او من السوفت وير بتاعك، وهو من طبعا السنسورز اللي بعتك الكلام ده كله تجيله، وهو يبدأ يحلل ويقول لك رد الفعل الانساني يكون ايه، ابتسم ابتسامه خفيفه، اعمل ازاي، عينيك تترفع ازاي، مش عارف ايه وبتاع، ويبدا يخلي الحاجه انتر اكتف جدا مع الانسان واتراكتف جدا كمان معاه خلاص. وبداوا بالاسلوب دوت يعملوا الفكره ديت عشان يبقى السوفت وير او الروبوت عباره عن بلاجن راكبه في السيستم، والسيستم بيرد عليه يتعامل ازاي، وانت تقدر تخش وتقدر تتعامل معاهم من خلال الموقع بتاعهم وكلام زي كده. ده جروب مثلا من جروبس كتير جدا اللي ماشيه في الاطار ده. طبعا ده ممكن فعلا يضيف روح للآلة، بس الروح اللي هي كده مش الروح اللي هي الروح اللي جوانا خلاص، او روح جوا الحيوان، او روح مش دي الروح. طبعا في حد ذاتها اصلا يعني ده اثبات تاني اخر ان الروح فين، الروح فين. احنا حتى الان اصلا كعلم والعلوم اللي موجوده كلها مش قادرين نمسك الروح، ولا نقول هي شكل القلب، ولا شكل الامعاء، ولا شكل ايه، شكلها ايه، لونها ايه. العلم مش قادر يوصل لغايه دلوقتي لونها ايه، شكلها عامل ازاي، بتطلع امتى، طب بتبطل ليه او بتقف ليه، طب ممكن نشغلها تاني ولا ما نشغلهاش، طب هي في، مش عارفين عنها اي معلومات. طبعا ويسالونك عن الروح كل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. طبعا ده بيثبت حاجات كتير جدا، ان حتى الروبوت اللي احنا بناجحين فيه وبنفكر ان دي طفره علميه مش عارف ايه، صحيح هي طفره علميه وكل حاجه، لكن حتى الان مكوناته ذات نفسها خلق يعني عباره عن حاجات جماد، بلاستيك او حديد او مش عارف ايه، بكل الفكر اللي احنا مبهورين بيه، بيمشي بيتحرك، عارف الطريق، بيرد عليك، في بيفكر، بياخد قرار. ايوه صحيح، بس حتى الان ما كوناش شيء من العدم، ما كوناش شيء من لا شيء خلاص. كل الحاجات دي كلها بتستخدم من الطبيعه، مسخره لينا واحنا بنستخدمها خلاص، وبنحاول نضيف حاجه تضيف للانسانيه. ده الغرض المفروض يبقى في الاساس خلاص، ان احنا نعمر ونعمل حاجات كويسه، مش ان احنا يعني نجاهد يعني او نبقى ضد الخلق والمش عارف ايه الكلام ده. طبعا مش صح، حتى لما في علماء كتير اتكلموا زي مثلا مدير معمل الحاسب والذكاء الاصطناعي في المعهد الشهير الام اي تي رودني بروكس، وقال ان احنا متى سنبني روبوتات ذاتيه التكاثر وتقدر تعمل عمليات استنساخ وبتاع وكلام زي كده. طبعا الطرح هنا كان طرح يعني تكنولوجي خالص، طرح تكنولوجي خالص، رغم ان احنا طبعا بنصيغ الاسئله ديت وبتطلع في دماغنا تساؤلات الهيه ومش عارف ايه، رغم ان علماء كتير جدا ردوا عليه، زي مثلا راسل بيورك رد وقال احنا حتى الان ما فيش نظم قائمه بالفعل بتعمل الكلام دوت، او حتى مخطط ليها، او حد اعلن ان كمان 3 سنين هيحصل كده او 2 سنين هيحصل، ان في خلق هيطلع خلق وكلام زي كده خلاص. احنا حتى يعني الحاجات البسيطة مش قادرين يعني نعملها، الخلايا البسيطة مش قادرين نعملها من لا شيء، صح ولا ايه؟ فكده الاصل في الموضوع ان احنا بنحاول بالعلوم دي اصلا، حتى السوفت وير اللي هو بنقول عليه فيرشوال، ما هو فيرشوال مش ممسوك، وعملنا حاجة وبتاع، احنا بنحاول بيه نقرب للذكاء البشري، ولما نوصل لنتائج عالية بنقول احنا عملنا خلاص. فالعلوم دي مش متضادة نهائيا مع الخلق وغيره، حتى لو انسان جدلا قدر يطلع حتى يعمل ذبابه بتفاصيلها كلها، او حتى حيوان معين او انسان او غيره، لسه في مخلوقات اكبر بكتير جدا تفصيلا وحجما وموضوعا زي السماوات والارض وغيره، ما بنقدرش لسه ما جيناش فيها. لكن العلوم دي علوم مهمه جدا ومفيده جدا، احنا نفكر ونحط خطط، حتى لو كانت الخطط دي مش عارفين لسه هتطبق ازاي، عشان نقدر نطبقها ونخلي العلم يودينا
في اتجاه الفوائد والمميزات والإضافات للإنسانية. وإن شاء الله هنتكلم فيما بعد على الفوائد ومميزات الذكاء الاصطناعي.